بسم الله الرحمن الرحيم. نظام الواتش او اس 5 نزل تقريبا قبل 5 اشهر ولا جت فرصة اني اتكلم عليه. ان شاء الله راح اتكلم في سلسلة فيديوهات عن هذه المميزات. في البداية لو سحبت من الاسفل الى الاعلى فراح تقدر توصل الى مركز التحكم، لكن اضافوا عليه 3 اضافات. في البداية ميزة الووكي توكي، فالان تقدر اي شخص عنده ساعة ابل تقدر انك انت تراسل عن طريق الساعة بحيث انه ترسل له رسالة صوتية ويرد عليك برسالة صوتية. طبعا الناس اللي ما تفعلت عندهم ولا ظهرت لهم في مركز الاشعارات يتأكدون أنهم فاعلين خدمة الفيس تايم. الحاجة الثانية، لو فعلت خاصية عدم الإزعاج فراح تقدر الآن تتحكم فيها بحيث أنها تكون دائما أو لمدة ساعة أو حتى بكرة الصباح، فأضافوا خيارات أيضا لخاصية عدم الإزعاج. الميزة الثالثة والمهمة عندي أنه لو جيت نزلت إلى تحت وضغطت على إيديت فالآن تقدر أنك أنت ترتب الأيقونات داخل مركز التحكم، فتقدر بالضغط على أي أيقونة تقدر أنك أنت تحركها داخل مركز التحكم. بالنسبة لمركز الإشعارات فأضافوا له مميزات مهمة. في البداية راح يجمع لك الإشعارات اللي من تطبيق واحد في خانة واحدة، ولو سحبت إلى اليسار فراح تقدر أنك أنت تحذف جميع الإشعارات دفعة واحدة، ولو ضغطت على 3 نقاط تقدر تختار أنها توصلك بهدوء بحيث أنه ما تهتز الساعة وتطلع صوت، وتقدر أنك أنت تقفل الإشعارات عن طريق الأبل ووتش وراح توصلك عن طريق الآيفون فقط. فالآن أضافوا نفس الخيارات اللي أضافوها على مركز الإشعارات في نظام الآي أو إس 12 أضافوها للساعة في نظام الواتش أو إس 5. أهم ميزة عندي أنه الآن لو جيت دخلت على أي تطبيق مجرد أنك أنت تجي تستمر بالضغط تحت وبعدين تسحب إلى الأعلى فراح تقدر توصل إلى مركز التحكم، لو استمرت بالضغط من فوق وسحبت إلى الأسفل فراح تقدر توصل إلى مركز الإشعارات. في السابق كان ما تقدر توصل إلى مركز الإشعارات أو مركز التحكم وانت داخل أي تطبيق، فحلوا هذه المشكلة. طبعا هذه هي بداية شروحاتي عن نظام الواتش او اس 5. أوعدكم الأسبوع القادم راح أتكلم عن مميزات أكثر، فتأكدوا أنكم محدثين إلى آخر إصدار. طبعا نظام الواتش او اس 5 يشتغل على كل موديلات الساعة ما عدا أول إصدار من ساعة أبل، فتأكدوا أنكم محدثين لنظام الآي او اس 12 بعدها حدثوا لنظام الواتش او اس 5، واشتركوا بالقناة عشان تشوفون باقي مميزات نظام الواتش او اس 5. ولو كنتوا حابين تشوفون مميزات نظام الآي او اس 12 ونظام الماك الأخير موهافي راح أحط لكم روابطها في فيديو واحد شرحت أكثر من 100 ميزة في نظام الآي أو إس 12 ونظام الماك الجديد موهافي. يعطيكم ألف عافية، أشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.